السلام عليكم. محاضرة Electromagnetic Fields، معكم دكتور ياسر زاهدي. طبعا المحاضرة أو الدرس الـ Electromagnetic Fields هو المرحلة الثانية. كبداية بالـ Part 1 على الـ Subject of Electromagnetics، كموضوع الـ Electromagnetics اللي نتكلم عنه، حتى إن شاء الله نبدأ بالمواضيع الأخرى بعدها. أول ما نريد نبدي كبداية راح أخذ الطريقة أنه بما أنه إحنا يعني هندسة معلومات واتصالات، فنبدأ من يعني مبدأ الاتصالات عموما. أنه إذا عدنا خلينا نقول عندنا فد سيستم خاص بالكوميونيكيشنز، يتكون من ترانسميتر وريسيفرز أكيد، وراح يكون الوايرلس كوميونيكيشنز between the transmitter and the receivers حسب ترتيب السيستم. طبعا ممكن يكون إحنا جاي نقول هنا ترانسميتر، في هاي الحالة عندنا هنا ترانسميتر، هذا ترانسميتر، ممكن يكون ايضا ريسيفر ذا سيم تايم يعني ترانسيفر. فخلينا نقول عندنا هذا ترانسميتر وعندنا ريسيفر، ريسيفر واحد، ممكن يكون عندنا اكثر من ريسيفر. طبعا لما راح يكون عندنا الوايرلس كوميونيكيشنز ما بين الترانسميتر والريسيفر، او اذا نفس الترانسميتر يعمل ترانسميتر وريسيفر ات ذا سيم تايم يعني ترانسيفر ايضا بحاله الريسيفر، فطبعا راح يكون الاتصال بيناتهم بالراديو ويفز اللي هي تعتبر الكترومغناطيك ويفز، موجات كهرومغناطيسية. اذا صارت عملية الاتصال بموجات كهرومغناطيسية تدل على انه اكو فد مبدأ معين يعتمد على هاي النظرية مال الكترومغناطيكس، انه جاي تطلع اشارات منها، اشارات كهرومغناطيسية جاي توصل للرسيفر، ولما جاي توصل للرسيفر جاي تصير العملية انه يكون عملية تحويل من الالكترومغنتيك ويفز الى تيار كهربائي داخل الرسيفر. يعني لاحظوا طلاب، اول شيء يكون احنا طبعا عندنا بالجهاز تيار كهربائي، وهذا التيار الكهربائي راح يكون يعني الجهاز داخله يعني عدة معلومات، خلينا نقول جهاز ديجيتال يعني رقمي، تكون بعملية البيانات طبعا كلها الكتريكال، بعدها راح يتحول الى الكترومغناطيك ويف. طبعا وين؟ بالانتنة اللي هو الاريال الخاص بالجهاز. وين راح يتحول من الاريال الخاص بالجهاز؟ راح ينطلق كالكترومغناطيك ويفز، ومن ينطلق كالكترومغناطيك ويفز راح يوصل للرسيفر، من راح يوصل للرسيفر راح يتحول من الالكترومغناطيك ويفز الى الكتريك سيجنالز او الكتريكال سيجنالز اجين يتحول، وراح المعلومات ممكن انه فشت او تسحب من هذه السيجنالز حسب طبعا عده طريقه المودوليشن، عده يعني طرق معينه اللي هي موجوده بالمعلومات على ما وصلت لنا. المهم، لكن مبدا الالكترومغناطيك ويفز هذا دليل على انه اكو فد عمليه تحول معين. واحنا من نتكلم عن الالكترومغناطيك فيلز راح نتكلم على من بدايه التيار الكهربائي كبدايه، من التشارج الشحنه اصلا، يعني الى ان نوصل هيك مواضيع اصلا، فيدل على اهميه الالكترومغناطيك فيلدز والالكترومغناطيك ثيوري ان جنرال عموما. هذه كبدايه يعني كفكره انه اهميه الالكترومغناطيك فيلدز كمبدا لما بدا العلم هذا، انه يعني كيف اثر بالحياه، انه من ناحيه الاتصالات، من ناحيه التيار الكهربائي قبل لا تبدا الاتصال، طبعا قبل لا تبدا الاتصالات اللاسلكية يعني بداية تيار كهربائي موجود، فكل هذا يعتمد على هذا المبدأ. عملية قياس مثلا لاحظ مبدأ التيار آخر الكهربائي فرضا من دون عمل أي فيزيكال كونتاكت مع التيار، يعني تلاحظون ماكو فيزيكال كونتاكت، ما سوى مثلا هنا قطع بالكيبل وبدأ يفحص التيار مالته، لا يعني ما سوى في الدائرة معينة يفحص من عدد التيار ووصل بيها الميتر مع الكيبل، لا بس كل ما في الأمر تلاحظون هنا فراغ اكو داير مدار الكيبل، لكن مع ذلك ممكن دراسة التيار الكهربائي. زين الطريقة شلون جاي يصير هالشيء؟ انه ماكو اي اتصال فيزيكال فيزيائي موجود هنا، مع ذلك ممكن انه ندرس او نقرأ هذا التيار الكهربائي. هذا دليل على انه اكو فد حالة معينة، انه هنا جاي تطلع فد موجات معينة من الكيبل، هنا جاي يستقبلها الميتر يتحسسها وجاي يقدر يحولها ويقرأ التيار الكهربائي. فإذا المبدأ أيضا يعتمد على هذا الشيء، إلى علاقة بالإلكترومغناطيك فيلز. هنا الكيبل راح يكون بداير مدايرة مثل ما يسمى المغناطيك فيلز، يعني جاليها، وهذا المغناطيك فيلز من راح يكون موجود هنا السنسر مالت الميتر راح يقدر يحول المغناطيك فيلد، وهاي أهمية الماكسويل إكويشنز تاني نشوفه، يحول المغناطيك فيلد إلى إلكتريك فيلد ويدرس التيار الكهربائي.
فأيضا يعتمد على مبدأ خاص بمعادلات خاصة بدرس أو مادة الإلكترومغنيتيك فيلز أو علم الإلكترومغنيتيكس كله، الكهرومغناطيسية. فهذه بس كمقدمة حاولت أنه نشوف أنه أكو مبادئ عملية لما تشوفون هذا الدرس، لأنه كثير من مبادئ العملية والكهربائية لو ما الإلكترومغنيتيكس عموما كمبدأ كعلم كان ما موجودة أصلا. سنأتي الآن إلى الإلكترومغنيتيكس. So is regarded as the study of interactions between electric charges at rest and in motion. كمبدأ أساسي إنه هي تمثل عملية خلينا نقول بمبدأ بالعربي interactions، عملية خلينا نقول يعني تفاعل، يعني مو تفاعل كيميائي لكن عملية صار تفاعل بيناتهم ما بين الإلكتريك تشارجز بحالة يعني الاستقرار أو بالحركة، يعني تجاذب تنافر ما بين التشارجز كبداية. And of course it's a branch of physics or electrical engineering in which electric and magnetic phenomena are studied. يعني هذا التعريف خلينا نقول بطريقة أخرى، أنه لما ندرس الإلكتريك والماجنتيك فيلد، الفينومينا الظاهرة الظواهر الخاصة بالإلكتريك والماجنتيك فيلد، فهي أيضا يعتبر هذا يعني الجزء الخاص بهذا الشيء الفيزيائي. طبعا الـ EM principles find applications in various disciplines. نقدر نشوف many applications، تطبيقات كثيرة مثل microwaves، الأنتناز، الإلكتريك ماشينز، satellite communications, bioelectromagnetics, nuclear research, and radar technology, etc. إلى آخره. طبعا كانت معروفة مسبقا الالكتريك والماجنتيك فينومينا كظاهرة من دون ما لها تفسير فيزيائي أو نظري theoretically، يعني من اللايتنينج مثلا الصواعق الموجودة بين الغيوم between clouds or between clouds and the earth is an example of or another example of familiar electrical phenomena. معروفة إن الصواعق هي عملية هذا التفريغ الموجود بالصواعق هو له علاقة بحالة ظاهرة كهربائية. Okay, how it happens? The clouds are electrified, acquiring a force field which leads to sparks. تصير عندنا الشرارات حسب الفيلد اللي يصير بين هاي الكلاود أو بين الكلاود والأرض، الغيوم والأرض. ايضا بالنسبه للماجنتيك فينومينا مثلا الظواهر المغناطيسيه، اكو الناتشرال مثلا ستونز المغناطيس الطبيعي اللي هو كظاهره طبيعيه انه الحجر يكون ب يعني ماجنتيك فيلد يكون مغناطيسي، اور ماجنتايز ممكن يكون يقوم بعمليه تحويل الى مغناطيس، ممكن يكون هو قطعه حديد وحول مغناطيس ايضا على مبدا الالكتروماجنتكس، إنه عملية تحويل بين الإلكتريك كيرنت والإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. فأيضا يكون عندنا يصير عملية اتراكشن أو انجذاب للميتالز مثل الأيرون الحديد. طبعا الأوريجن أو الأصل الخاص بالإلكتروماجنتكس. So the scientific and quantitative exploration of electric and magnetic phenomena started in the 17th and 18th century. بدأت العملية الدراسات أو الاستكشافات أو الأبحاث خلينا نقول بالقرن السابع عشر والثامن عشر. طبعا كولومز لو وضح القوة ما بين الستيشنري إلكتريك تشارجز أو الشحنات الكهربائية الستيشنري المستقرة الثابتة غير المتحركة على السطح، مثلا سطح معدني مثلا تصير عليه بعض الشحنات، هاي الشحنات الستيشنري اللي تكون مستقرة راح تكون بيناتها قوة تصير اللي تجاذب أو تنافر تنجي عليها. وضحها منه قانون كولومز أو كولومز لو، كولوم أو كولومز لو. طبعا أيضا عندنا study of interrelationship between electric and magnetic fields. صارت عملية دراسة العلاقة ما بين التيار أو يعني المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي، وأيضا الـ time varying behavior، تصرف الخاص بالـ time varying. الـ time variation نقصد به أنه تغير مع الوقت، يعني هذا الشيء مو ثابت. لما نقول time varying phenomena أو something time varying معناته جاي يتغير مع الوقت، بالوقت جاي يصير عملية تغيير
ما نقدر نقول انه ثابت، مثلا اذا تايم انفارينج معناته خلينا نقول بهذا الوقت قبل ساعه بعد ساعه تقريبا تكون الظاهره نفسها، العمليه نفسها ما متغيره، لكن لما يصير عندنا تايم فاريشن مثلا من الوقت قاعد يمر جاي يصير عندنا تغير بالعمليه، فذاك يقولون تايم فارينج. فلما نقول تايم فارينج فيلد او تايم فارينج ماجنتيك فيلد يختلف عما التايم انفارينج، معناته متغير مع الوقت. طبعا هاي بال 19th century بالقرن التاسع عشر بدت العملية الدراسة بهذا الشيء. العالم أويسترد لاحظ انه الالكتريك كرنت عندنا اذا تيار كهربائي راح يولد لنا ماجنتيك فيلد المجال المغناطيسي. وفاراداي تحقق انه ذا تايم فارينج ماجنتيك فيلد produces an electric field. فنلاحظ انه احد علماء درس انه لما اذا عندنا electric current راح نحصل على magnetic field. وايضا عالم اخر شاف اللي هو فاراداي انه اذا عندنا time varying magnetic field عندنا مجال مغناطيسي متغير راح يولد لنا، جاي تلاحظون متغير هنا راح يولد لنا electric field مجال كهربائي. طبعا عندنا بالنسبة لعالم هنري constructed أو أنجز أو بنى، يعني أو هنا بمعنى يعني أقام التجربة constructed electromagnetics and discovered self-inductance، استكشف الحث الذاتي Maxwell's by information the concept of displacement current developed a mathematical foundation. Maxwell طور لنا foundation أو الأساس الرياضي للإلكتروماغنتيك فيلدز and waves والموجات اللي تعرف بالماكسويل equations. فماكسويل هو introduced the concept of the displacement current and it or he developed the mathematical foundation for the electromagnetic fields and the first foundation or the equations that shows the whole process of the magnetic fields or the relation between magnetic fields and electric fields is developed by Maxwell equations. اللي هي طورت عن طريق Maxwell equations. So Maxwell equations مهمة جدا بالنسبة لدراسة الالكترومغنتيكس. يعني توضح العلاقة ما بين المagnetic fields والelectric fields. وأيضا تحدث عن divergence. Hertz verified. العالم Hertz verified experimentally. طريقة التجارب يعني. Propagation of electromagnetic waves predicted by Maxwell equations. Maxwell equations طبعا خلينا نقول نظمت الطريقة الرياضية الخاصة بالعلاقة ما بين electric field والmagnetic fields. وهيرز استطاع انه بطريقة التجارب وأقام التجارب اللي أكلت هذه النظريات، لأن نعرف ان النظريات انه الرياضية إذا نقوم بعمل تجربة عمليا حتى نشوف إنه صحيح إنه لما عندنا فرضا time varying magnetic field راح يولد لنا electric field، فنحتاج تجربة. فلما هيرتز قام بعمل التجارب يعني conducted the experiments قدر يسوي verification التحقق الخاص بهذه التجارب وأكد المعادلات إنه تعمل بهالطريقة. So of course despite the simplicity رغم البساطة الخاصة بهذه equations أو المعادلات Maxwell equations are comprehensive in that they account for all classical electromagnetic phenomena. So Maxwell equations تعتبر comprehensive شاملة لأن توضح كل الماجنتيك أو الإلكتروماغنتيك فينومينا الظواهر الخاصة بالحالة أو العلم الخاص بالكهرومغناطيسية from static fields to electromagnetic induction and wave propagation. تبدأ من عملية الستاتيك electromagnetics إلى الwave propagation اللي هي طريقة انتشار الموجات. نحن بدأت عملية الالكترومغناطيس من charges بالكولومز ذو إنه عندنا شحنات ودرسة وحالة التجاذب والتنافر بيناتها، هاي أول شيء بدأ بكولومز ذو قانون كولوم. وبعدها وصلت إلى الwave propagation إنه ده مو بس إنه عندنا تيار لما يوصل مرحلة إنه يكون بمعنى انقطاع بالكوندكتر او يكون بنت بالكوندكتر whatever، اكو عدة طرق راح تبدي تصير عملية انتشار الموجات، تتكون موجات كهرومغناطيسية مو بس التيار راح يمشي داخل السلك، لا راح تبدأ موجات تطلع من السلك، وهذا يعني فتح المجال امام الاتصال اللاسلكي.
وأيضا تطبيقات اللي مثل لاحظنا مثل كلامب ميتا، إنه ممكن تدرس الإلكتريك كيرنت فقط عن طريق الماجنتيك فيلد مثلا، يعني إذا ناخذ مو كإلكترو ماجنتيك ويفز لكن كماجنتيك فيلد نعرفه موجود. إذا الماكسويل إيكويشن، شنو الماكسويل إيكويشنز؟ طبعا عن طريق جيمس كلارك ماكسويل، اللي هو طبعا انسبايرد أو قدر إنه بنى معادلات اعتمادا على الاكتشاف الخاص بفاراداي سنة 1831 that a time varying magnetic field generates an electric field. اعتمد على طريقة فاراداي، أو فاراداي لما قام بالاكتشاف إنه time varying magnetic field راح يولد لنا electric field، بعدها ماكسويل ركز على هذا الشيء وقام بعمل المعادلات أو أكد هذه المعادلات الخاصة بالتجارب السابقة أو الاستكشافات السابقة. And his hypothesis that time-varying electric field would similarly generate a magnetic field. وقدر يشوف إن time-varying electric field أيضا راح يولد لنا بالعكس يولد لنا magnetic field. فصارت عملية عكسية أيضا. إنه إذا عندنا time-varying magnetic field، مجال مغناطيسي متغير مع الزمن، راح يولد لنا electric field. ولاحظ انه اذا ممكن عندنا الـ time varying electric field، مجال كهربائي متغير مع الزمن، راح يولد لنا magnetic field. And the collective set of the following four equations are called Maxwell's equations. هاي هي الماكسويل equations، معادلات ماكسويل. هذا القانون الاول اللي هو divergence الخاص بالelectric field، ثاني جاليه divergence الخاص بالmagnetic field، هذا يسموه Gauss's law for the electric field, Gauss's law for the magnetic field. عندنا هنا Faraday's law وعندنا Ampere's law. هنا عندنا divergence خاص بالelectric field وهنا بالmagnetic field. هنا عندنا العلاقة ما بين الelectric field والmagnetic field، نلاحظ انه اكو هنا عندنا time varying magnetic field بtime. هنا تالي راح نجي عليها نشرحها بالتفصيل ان شاء الله. هذا عندنا هنا time varying magnetic field، وعندنا اكو علاقة ما بينه وبين الelectric field، وايضا عندنا هنا اكو علاقه ما بين الماجنتيك فيلد الروتيشن هنا، وايضا عندنا مع الالكتريك فيلد، وهنا عندنا الكرنت. لو نلاحظ المعادلات هنا تلاحظون هذا بولد غامق تكون عندنا، هذا الغامق هنا ايضا هذا يعتبر اللي هو المعامل اوبريتور. هنا عندنا ايضا كل هاي تعتبر فيكتورز، لذلك دائما تكتب بالفيكتور فورم. واكو طريقه اخرى اللي هي انتجرال فورم للماكسويل ايكويشنز، يعني التحويل مالته بالانتجريشن فورم، بس هنا خلينا احنا الفيكتور فورم ماكسويل ايكويشنز. انه عندنا هنا فيكتورز مو ارقام عاديه، يعني متغيرات عاديه مثل الحاله العاديه رقم واحد او متغير بيكون قيمه معينه، لا هنا هذا فيكتور. الفيكتور معناته انه عندنا راح نلاحظ عليه نجي تالي انه بقيمه واتجاه، هذا فرق الفيكتور. فلو نلاحظ نستخدم هنا كثير من الفيكتورز، حتى طريقة الأوبريشنز هنا، هاي الأوبريشنز يتم تطبيقها على الفيكتورز كوانتيتي أو القيم اللي تعتبر فيكتور. عندنا احنا نوعين من القيم، تاني شوفن هي الفيكتور والسكالا. السكالا قيمة فقط، بينما الفيكتور هو المتغير اللي بيه قيمة مع اتجاه، هو يعني مهم علميا الاتجاه. ليش؟ يعني حتى لما عندنا نتكلم عن مثلا برج يرسل مثلا يرسل إشارات، الاتجاه مهم مال الإشارة. أنت ما راح يرسل الإشارة راح تعرف وين راح تستقبل هاي الإشارة. فأكو كثير من القيم الخاصة بالإلكترومغناطيس مهم بيها الاتجاه، تكون عبارة وتكون بيها ملتي فاريبل، عدة أبعاد، ثلاثية الأبعاد، ممكن يكون أكثر لكن عموما ناخذ ثلاثية الأبعاد. فهي بيها اتجاه، مو مثل القيم العادية اللي تكون فقط قيمة. لذلك التركيز إن شاء الله نبدأ بالمحاضرة القادمة بالإلكترومغناطيس، دائما بداية تكون بالفكتور كالكولس حتى نفهم الفكتور ونقدر نفتهم المعادلات على أساس هي أصلا القيم الموجودة بها هي بالفكتور فورم وليس بالطريقة العادية المسبقة اللي هي بالسكالر فورم بالقيم فقط. فهذه كلها تمثل القيم اللي بيها الفكتورز. أيضا هنا طبعا هنا مع التايم فارينج متغير هنا مع الزمن، هنا أيضا متغير مع الزمن مثل ما قلنا. هنا يمثل هذا العلاقة ما بين الماجنتيك فيلد والإلكتريك فيلد، مثل ما قلنا اكو علاقة بيناتهم انه يولد الإلكتريك فيلد يولد ماجنتيك فيلد تايم فارينج طبعا. فتلاحظوا هنا هذا تايم فارينج ولد يعني اكو علاقة مع الإلكتريك فيلد، وهنا عندنا تايم فارينج إلكتريك فيلد، وهنا عندنا يصير علاقة عنده مع الماجنتيك فيلد.
وهكذا. وطبعا هذا الاوبريتر خاص ايضا بالفيكتور فورم، وهنا على الديفرنشيشن بارشال ديفرنشيشن موجود عندنا، او الاشتقاق الجزئي يعني البارشال يسمونه بارشال ديفرنشيشن. هاي كلها تالي ان شاء الله ناخذها ضمن الاساسيات مال الالكترومغنتكس. نكمل على المحاضره القادمه.